تم مؤخرا تعيين البروفيسور محمود يوسف خيال لرئاسة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل القادة، وذلك خلال انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي، وذلك بفضل جهود رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. نتابع جزء من كلمة البروفيسور. الرئيس إدريس ديبي دافع عن ملف بتاع البروفيسور محمود، والحمد لله سنة يوم شهر واحد في 2014 كنت اترشحت، وعندي تجربة في التعليم العالي. الحمد لله انتخبوني سنة 2015 فيس بريزيدان نائب الرئيس، بعدين الرئيس ديبي وكيف بيجي رئيس الاتحاد الافريقي عمل ريفورم كبير جدا عمله، لان طلب الرئيس من الرئيس كاغامي عشان يعمل الريفورم، وهو كون ناس، وطلب من الرئيس بتاع كينيا ونون كينياتا عشان يعمل الريفورم بتاع المايب، والحمد لله لقينا فرص كثيرة وكبيرة، وأنا هنا لعبنا الدور. كان قبل 7 سنة ما فيش بلد عملوا له الإيفالياسيون، ما فيش بلد. بعدين أنا هنا قلنا الخمسة بلاد ده واجب، فتشنا 5 بلاد وقلنا في ال5 بلاد ده تشات ذاته فوق. والإيفالياسيون دي حاجة لعبة جميلة جدا لإفريقيا، محترفين فيها الأمريكان، محترفين فوق الأوروباويين، محترفين فوق العرب، وكل الأفارقة محترفين فوقه، لأن الإيفالياسيون حاجة كويسة طيبة جدا، لأن أنت تشيف نفسك في الشوافة. الرئيس ديبي كل ما الإيمينانت بيرسوناليتي الشخصيات المرموقة وكجات لمت معاي قالوا له أنا إحنا جينا نعمل إيفالياسيون، أدانا المجال كله وقالوا أمشي فتشوا أي إيبي بتاع جات أمرقوا، وأي حاجة كويسة بتاع جات أطلوه. الناس الراجين مني حس انا كرئيس بعد ما انا عملت سنه ونص بلدي رشحني كرئيس، وزملائي القاعدين بيشتغلوا معي رشحوني كرئيس. وبعدين يوم 28 شهر 1 2017 الناس قالوا ما عايزين فوت للبروفيسور محمود، كونسنسوس 100%، وده شرف كبير لي انا وشرف كبير لبلدي، لان ما كان قبل كده زر رشحوا بار كونسنسوس، رشحوا 100%، ده ما كان بكده، وده بوري كده ان هنا سياستنا الخارجيه طيبه كتير جدا.